السنة اللي فاتت شركة ROG Republic of Gamers اللي هي شركة ايسوس او ماركة الجيمينج التابعة لايسوس نزلت الروج فون 2، وده كان اقوى تليفون السنة اللي فاتت، وكان اقوى بروسيسور سناب دراجون ساعتها اللي هو سناب دراجون 855 بلس. السنة دي بقى نزلوا بتليفون جديد وهو الروج فون 3، وهو نفس الكونسبت بالظبط، ان هو برضو بياخد اقوى بروسيسور من سناب دراجون اللي هو 865 بتاع السنة دي، وبتاخد النسخة البلس منه، فهو بيجي ببروسيسور سناب دراجون 865 بلس. وبما ان هو تليفون جيمنج فالطبيعي ان هو هيبقى فيه بروسيسور قوي وامكانيات تانية هنعرفها اكتر في الفيديو ده. مبدئيا كده تصميم التليفون ما فيهوش اي تطور عن الجيل اللي فات، الا بس في الظهر مجرد خطوط زيادة وشكل مثلث كده على الجنب بس، لكن هو نفس الشكل ونفس شكل اللوجو بتاع روج اللي هو بينور ورا RGB، برضو بيقعد يغير الوان. اما من قدام فهنلاقي الشاشة اللي هي 6.6 بوصة شاشة AMOLED Full HD، ولكن الريفريش ريت بتاعها 144 هرتز، وده يعتبر بقى الترند اللي هو داخل في الشاشات دلوقتي، لان الشاشات كان الطبيعي بتاعها 60 هرتز اللي هو 60 فريم يعني، فدلوقتي الشركات بدأت مرة 90 120 دلوقتي بقى 144، وده متفوق على الجيل اللي فات. فالجيل اللي فات من موبايلات ايسوس روج اللي هو فون 2 كان 120 هرتز، واللي هو برضو 120 هرتز مازال رقم كبير جدا، فده هيديك احساس بالسلاسة والسرعة كده في الشاشة وانت بتتفرج على افلام او انت بتتحكم، فده هيديك سلاسة كده في الشاشة وانت بتيجي تستخدم التليفون وتتحكم بالتطبيقات وكده، او لما تيجي تتفرج على افلام، وكمان في الالعاب هيديك تجربة ممتازة، خصوصا ان بابجي موبايل نزل لها تحديث دلوقتي ان هو بيقدر يدعم الشاشات 90 هرتز، يعني تقدر تشغل بابجي موبايل على 90 فريم في الموبايلات اللي بتدعم 90 فريم طبعا، فان هو يديك تجربة يعني حلوة وممتعة في ببجي. وزي ما قلنا ان البروسيسور بتاع الموبايل سناب دراجون 865 بلس، فطبعا ده معناه ان هو بيدعم ال 5G بالاضافه لخاصيه الواي فاي 6 انتنز، ودي هي عباره عن انتنز كده او سنسورز جوه الموبايل، بحيث ان انت لو مشغل ال 5G الانترنت 5G والواي فاي هو بيقدر يختار الشبكه الاحسن ما بين ال 5G او الواي فاي، بحيث لو شبكة قطعت يقدر ينقل الكونكشن او يحافظ على الكونكشن وينقلها من الشبكة دي للشبكة دي علشان ما يقطعش مثلا اللعبة وانت بتلعبها او كده. كمان الموبايل بيوفر نظام تبريد وهو 3D Vapor Chamber، وده بيبقى موجود في ظهر الموبايل متصمم بشكل معين ان هو زي في بخار كده او حاجة بسيطة ان هي توزع درجة الحرارة او وتقلل درجة الحرارة بتاعت الجهاز في الاستخدامات الطويلة. انا طبعا ما فهمش قوي في التقنية بتاعت التبريد دي، بس انا هسيب اللينك بتاع الموبايل في بتاع شركة ايسوس موجود في الديسكريبشن لو انت عايز تشوف شكل الكولينج ده عامل ازاي. الموبايل بيجي بفريم من المعدن وظهر ازاز عليه طبقة حماية كورنين غوريلا جلاس 3، والشاشة عليها طبقة حماية كورنين غوريلا جلاس 6، وكمان في سماعتين قدام في الشاشة، سماعات ستيريو زي برضو الروج فون 2 بتاع السنة اللي فاتت. بتيجي بتقنية الجيم اف اكس ان هي محسنة ان هي تديك تجربة كويسة في صوتيات بتاعت الالعاب. والموبايل فيه 4 مايكات، وطبعا عشان يحسن لك تجربة المكالمات والستريمينج لما بتيجي تتكلم مثلا وانت بتلعب او كده، فالصوت بتاعك يبقى كويس وما يبقاش عندك اي مشكلة في الصوت اللي حواليك او الوش اللي حواليك، فطبعا كتر المايكات دي هيقلل النويز ده بشكل كبير. وعشان احسسك بتجربة جيمينج ممتازة زي ما بتمسك الكنترولرز والدراعات كده، ففي هنا الاير تريجر 3، ودي عباره كده عن تاتش سنسورز موجوده في الاحرف بتاعه الموبايل، بحيث ان هي تديك فايبريشنز مثلا او انت تقدر تستخدم السنسور ده، هو مجرد تاتش على الحواف بتاعه الشاشه كده، تقدر تستخدمه في اعدادات معينه، تعمل سلايد فيعمل لك اكشن معين انت عملته بالحركه دي، وده بتظبطه ببرنامج الجيم جيني، وده برنامج موجود في الموبايل بتقدر تعمل منه مثلا سكرين ريكوردينج تظبط بيه الاير تريجر ده، تعمل بيه كذا حاجة. طيب نيجي بعد كده للمساحة بتاعت الموبايل. الموبايل بيجي بنسخة 8 جيجا رام و128 جيجا مساحة داخلية، ونسخة تانية 12 جيجا رام ومساحة داخلية 256 جيجا، ونوع الميموري دي هي UFS 3.1، وده نوع من الذاكرة بيحسن لك السرعة بتاعت البيانات ونقلها وكده، حاجة كده بالظبط في الكمبيوتر زي الـ SSD هارد الـ SSD و هارد الـ HDD العادي، لان المعروف طبعا من هارد الـ SSD ان هو سريع في نقل البيانات، سريع في فتح الكمبيوتر، فالـ UFS 3.1 ده
بيعتبر حاجة زي كده يعني، وطبعا مش نفس الطريقة بس حاجة زي كده. وعشان تستحمل فترات اللعب الطويلة على الجهاز ده، فانت هنا البطارية بتيجي ب 6000 ملي امبير الساعة بتاعتها، وبشحن سريع 30 واط. طيب علشان تحسن تجربة الالعاب مع الموبايل ده، فإيسوس وفرت مجموعة اكسسوارز معينة تقدر تستخدمها في الموبايل علشان تحسن لك تجربة الالعاب. اول حاجة في الاكسسوارز دي عندنا الايرو كولر اكتيف 3، وده مروحة بتتركب في ظهر الجهاز، وظيفتها انها بتشلك السخانية وتدخلك الهواء سائع يعني علشان يقلل التليفون 4 ضربات مئوية تقريبا. تاني حاجة توين فيو دوك 3، ده اللي هو بيديك شاشة اكستنشن للشاشة بتاعت الموبايل نفسه، بحيث انك تلعب في شاشة والشاشة التانية تقدر تستخدم برنامج تاني. تالت حاجة الكليب اللي هو بتقدر تثبته في الدراع وتحط الموبايل فيه، بحيث انك تقدر توصل كنترولر زي بتاعت جوجل ستيديا والاكس بوكس مثلا. طبعا غير الاكسسوري الرابع اللي هو الكوناكي 3 جيم باد، اللي هو كنترولر مخصوص للموبايل ده، بتحطه على الجنبين كده هو بتقدر تستخدمه في الالعاب عادي. واخر اكسسوري اللي هو ديسكتوب ستايل جيمينج باد، ده اللي هو بتوصل الموبايل في الباد ده كده، بتوصله بشاشة وممكن مثلا توصله بماوس وكيبورد معاهم، بحيث ان انت تنقل اللي بتعمله في الموبايل للشاشة، كأنه يعني بتحول الموبايل لسي بي يو صغير، حاجة زي كده يعني. طيب نيجي بعد كده لسعر الموبايل. سعر الموبايل النسخة 8 جيجا رام، 128 جيجا ذاكرة داخلية، 670 دولار، يعني تقريبا بالمصري 10000 جنيه و 700 و 10000 جنيه و 600 حاجة كده. والنسخة ال 12 جيجا رام و 256 جيجا ذاكرة داخلية عامل 777 دولار، وده تقريبا بالمصري 12400 جنيه. طب ايه المميز في الموبايل ده عن مثلا موبايلات الفلاجشيب التانية زي مثلا الجالاكسي نوت 20 والايفون 11 برو ماكس اللي هي اعلى موبايلات في الشركات التانية؟ الموبايل هنا بيوفر لك تجربة جيمينج مش متوفرة في الاجهزة التانية حتى لو فيها نفس البروسيسور. اولا بيوفر لك ديزاين جيمينج من ناحية الظهر بقى والخلفية والحاجات دي كلها، في كولينج سيستم، في تاتش سنسورز زي الاير تريجر 3 اللي احنا قلنا عليها، في دول سبيكر ممتازة، بيوفر لك اكسسوارز كتير تقدر تحسن لك تجربة الالعاب. ده غير طبعا التليفون هيصمد قدام ساعات اللعب الكتير على عكس التليفونات التانية ممكن تسخن لانها في الاساس مش معمولة للجيمينج، لكن انا لما اوفر لك تليفون للجيمينج وفي نفس الوقت بسعر تقريبا يعني نص سعر التليفونات دي او اقل من نص السعر، فطبعا التليفون ده ممتاز جدا. هو مش هيركزوا بقى على الكاميرا قوي، يعني كاميرا الموبايل مثلا اللي هو الروك 3 64 ميجا بكسل الكاميرا الرئيسية، وكاميرا تانية 13 ميجا بكسل الترا وايد، وكاميرا تالتة صغيرة اللي هي الماكرو كاميرا 5 ميجا بكسل اللي هي بتصور لك الحاجات القريبة جدا من الكاميرا، وده طبعا مش عليها تركيز. ممكن ده بقى اللي الحاجة اللي تتفوق فيها الموبايلات بتاعت الشركات التانية. وكذلك كاميرا السيلفي الامامية بتاعته اللي هي 24 ميجا بكسل، فانت لما تاخد التجربة دي بنص سعر الفلاجشيب تقريبا فدي حاجة كويسة. طبعا التليفون مش رخيص خالص، بس مازال ارخص بكتير من انك تشتري تليفونات غالية زي دي عشان خاطر انك بس تقعد تلعب عليها، فانت عندك طبعا حاجة احسن من كده. هو الموبايل كان الناس بتجيبه من برا، يعني الروك 2 ده كانت الناس بتجيبه من برا مصر بيوصل هنا ب 10500 مثلا، بس معرفش هل هيتباع رسمي، خصوصا ان ايسوس نفسها هتنزل مصر رسميا، فهل التليفون هيتباع كده ولا هتضطر تشتريه من برا؟ هيبقى. وبس كده، دي كانت نظرة سريعة كده على امكانيات موبايل الاسوس روج فون 3. متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان تتابع كل جديد. سلام.